السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم هو يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020. اليوم لدينا حصة التربية الفنية بعنوان سلم الأبعاد. قبل أن نشرع تلاميذي الأعزاء في الدرس، لابد أن أقوم بشرح عنوان الدرس سلم الأبعاد. إذن نفترض أننا أعزائي التلاميذ في البادية وأمامنا جراران من نفس الحجم. بقي جرار بالقرب منا، بينما تحرك الجرار الثاني ليبتعد عنا شيئا فشيئا. السؤال: كيف يظهر الجرار الذي ابتعد عنا مقارنة بالجرار الذي لا زال بقربنا؟ إذن الاستنتاج أو الجواب: الجرار البعيد تصغر أبعاده بفعل البعد. إذن الجرار البعيد تصغر أبعاده بفعل البعد، بينما الجرار القريب يحتفظ بنفس الأبعاد. القرب والبعد يؤثران على أبعاد الأشياء، أي على سلم أبعادها. إذن درسنا كما قلت سابقا هو سلم الأبعاد. القدرة هو رسم أشكال ونماذج في مستويات مختلفة للتعبير بها عن وضعيات الأشياء وأبعادها في الفضاء. المهارة هو توظيف سلم الأبعاد في الرسم والتشكيل. إذا لاحظوا معي جيدا تلاميذي الأعزاء الصورة. إذن طول الطفل رقم 4 يعادل مرتين طول الطفلة رقم 2، وطول الطفل رقم 3 يعادل مرتين طول الطفل رقم 1. إذا كما قلت في مقدمة الدرس أن القرب والبعد يؤثران على أبعاد الأشياء، أي على سلم أبعادها. إذا لاحظوا معي تلاميذي الأعزاء المثالين. مثال واحد: إذن لدينا 3 أواني من الخزف، وهنا نلاحظ أبعاد كل آنية من الخزف. فالآنية رقم 2، فالآنية رقم 2 تمثل نصف طول الآنية رقم 1. إذن الآنية رقم 2 تمثل نصف طول الآنية رقم 1. لاحظوا معي جيدا، هنا هو نصف، بينما الآنية رقم 3 تمثل نصف طول الآنية رقم 2. لاحظوا معي جيدا، إذن تمثل نصف طول الآنية رقم 2. إذن لدينا تمرين بسيط. أرسم طفلا طوله نصف طول الطفل ألف، موظفا قلم الرصاص والأقلام الملونة أو أقلام اللبن. إذا هنا سنستعمل فقط الأقلام الملونة، وما سنقوم به هو أن نرسم طفل طوله نصف طول الطفل ألف. إذا تمرين سهل للغاية. إذا تلاميذي الأعزاء، المطلوب هنا في هذا التمرين أن تبدعوا في تشكيل عدة أواني مختلفة في أبعادها ومتناسقة فيما بينها على الأوراق الموجودة في آخر الكراسة أو على أوراق ملونة من مجلات أو جرائد، موظفا تقنية القص والإلصاق، ثم تعملون على تركيبها بكيفية فنية. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. تحية عطرة أبعثها إليكم تلاميذي الأعزاء. إلى اللقاء مع درس جديد إن شاء الله.